ايه الاخبار؟ بص النهارده سند ميمز تمام، بقى لنا مده ما عملناهاش، احنا تقريبا بنعملها كل شهر يا اخوانا. الناس اللي مش عارفه الموضوع بتاع سند ميمز دوت، احنا في جروبات عندنا فيسبوك وريديت، هسيب لكم تحت بالديسكريبشن. الناس اللي مش عارفه الموضوع دوت بنشار عليه كل الميمز الخاصه بالقناه، بنيجي نبص عليها كل شهر تمام، وبيبقى الموضوع بيبقى فيه ضحك كده وحاجه مسخره يعني. احلى صوفه في احلى فيلم بتاع دي اللي هم لا تجعلنا مشهورين في الارض مجهولين في السماء. ده امبارح لما كنا في ما رحت فيلم بتاع سبايدر مان، كنا خارجين من السينما فقابلنا عبده والاولاد، يوم كان ظريف جدا يعني. وانا كنت متخفي تقريبا حاجه زي لابس نظاره ولابس كل حاجه، عارف انت، بيقول لك ابو اسماعيل شاف واحد من ريال مدريد معاه الكوره اسماعيل. عارف انت، زحليقه بلا هدف. لو حتى بعد ما اصلا ما عملش اي حاجه دخل عليه برضه. يعني الناس مش عارفه انا سجلت الفيديوهين، هو الفيديو هو كان فيديو واحد يعتبر يعني، وانا اصلا كنت مش عارف اذا كنت انزله ولا لا، بس المشكله ان انا كنت خارج ومفيش حاجه ان انا انزلها يعني تمام. فقلت خلاص كلام، طلعت الماتش ده فقلت شكله ظريف فرحت منتجه ومنزله يعني. الشبح حسب الصعوبه فازموفوبيا، افتحوا الصور. ايه ده؟ استنى استنى استنى، ده هو كاتب على ايزي نورمال هارد بروفيشنال نايت مير. ده المفروض اللي هو نايت مير. تعالى لي بقى بطايقك، انت ايه اللي جابك البيت دوت؟ احمد انت كل مره بتشير الصور بتجيب صور غريبه مريبه على فكره، بس خلينا نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. بقول لك وينتر از ابو اسماعيل، ايه الجاكيت ده؟ ايه ده؟ ماشي دي حلوه، ده الطبيعي بتاعي، لا اصلا انا حتى قاعد في البيت ولا حتى بمنتج بتكلفت حرفيا مبطانيه. ابو اسماعيل وجايب معاك احك تقريبا حاجه زي كده، سد عايز اعمل شاي بلبن. وينتر ايز برضو ابو اسماعيل، ايه ده في ايه؟ تحس ان انا هربان من حاجه تقريبا. ابو اسماعيل وينتر ايز اوكي طيب، ابو اسماعيل والقطه بتاعته، ابو اسماعيل ايه البتاع اللي على راسي دي؟ ايه ده؟ ما علينا. حد يظبط النضاره السمعه. ابو اسماعيل والزعبيط، ابو اسماعيل والشاي بلبن، ابو اسماعيل بعد ما جه الربيع تقريبا حاجه، ابو اسماعيل قاعد في الشارع عارف انت اللي هو ايه، ابو اسماعيل لبس في الشجره، ابو اسماعيل وهو جايب الهدايا، ابو اسماعيل بعد ما هو الهديه نفسها، ابو اسماعيل نجمه محطوطه على الشجره، ابو اسماعيل سانتا كلوز او اللي هو الالف تقريبا حاجه زي كده، ابو اسماعيل سانتا كلوز نفسه بقى يعني، انا تقريبا طالع بشخصيتين، سانتا كلوز والراجل اللي هو بيساعد سانتا كلوز، ابو اسماعيل وهو بقى ايه بقى يعني، ابو اسماعيل طالع سانتا كلوز والالف وتقريبا الولد اللي هو هديله الهديه، ابو اسماعيل بقى الطفل الصغير اللي قاعد في البيت، اخو الواد اللي هو اخو الواد ده، اخو الواد ده ايوه ده، ابو اسماعيل ابو العيال بقى تقريبا بقى، عارف انت كان معدي بالصدفه، ابو اسماعيل الارنوب او الدبدوب تقريبا، ابو اسماعيل الشجره. في ايه الموضوع بيضيع؟ ما علينا ابو اسماعيل، مالك ابو اسماعيل في ايه؟ ما علينا. الفيديو بتاعي انا اللي مصور ماشي في الشارع عادي، الشقه ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ هو في ايه فعلا؟ طب انا اقول لكم على حاجه، قصه ظريفه من قيمه اسبوع الساعه 5، انا من النوع اللي انا اصلا ايه نومي خفيف، وعلى اقل حاجه اي حاجه تافهه تمام انا ممكن اقوم من النوم ان شاء الله، حتى لو مثلا ايه حنفيه عماله بتنقط ميه. واللي حصل كالاتي، ان انا سامع صوت ميوزك بوكس عمال بيعمل، عارف تين تيرين تين، عارفين الصوت ده؟ المهم ايه الصوت بقى جاي من الصاله وعمال عارف اللي هو ايه بقى بيزيد. المهم انا قمت الساعه 5 بقى، قمت بقى اللي هو ايه اللي بيحصل بالظبط يعني. المهم رحت قايم من السرير، قلت خلاص ما بديهاش بقى، انا قايم اصلا قاعد في السرير مرعوب. المهم رحت قايم، يلا بقى يلا واللي يحصل يحصل، قايم الصوت عمال بيقرب 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 تمام. فجاه باب الشقه ايه عند باب الشقه، بفتح باب الشقه لقيت لك بتاع الامن حاطط التليفون بتاعه بيتشحن ونايم بره. انا قمت بقى من النوم بقى، رحت طالع له بقى، طالع بقى لقيته قاعد في الكشك عامل كده تمام ونايم. انا بقى ايه قمت، عارف بقى ايه واللي هو ايه اتضايقت ان انا قمت، رحت مصحيه. ايه ده في ايه؟ لا عاصم في ايه؟ ايه ده؟ كل واحده 5 دقايق زي الاخ اللي في البوست اللي قبلي. اسماعيل تقريبا عمل حادثه تقريبا في دبدوب تقريبا حاجه زي كده. ايه الصوره دي؟ ساد عارف انت اللي هو ابو اسماعيل هنا مصدوم، ابو اسماعيل ده خلاص ما بقتش فارقه معاه اي حاجه خلاص. في ايه؟ مروح البيت عادي. يوكاي يوسف ده في الشروق ولا فين يا يوسف؟ حاسسها الشروق معرفش ليه، بس ايه الرعب ده؟ ايه ده؟ يا جدعان هو في ايه اللي بيحصل في المنطقه؟ بقول لك مش محتاجه شرح. العربية دي ويت، العربية دي ويت يلا ويت يلا ودني ودني تأكدوا من فرط الجمال، العربية انفجرت وحصل عارف انت اللي هو دومز داي. ايه؟ دي اللي انا شفتها،
دي اللي شفتها. عمرو رسمتي لابو سمعه قعدت ارسمها 5 ساعات، اقصد 5 دقايق. طبعا مفيش فرق بين الصوره والحقيقه حبيب قلبي يا عمرو، والله بجد والله. ايه الصوره اللي انت عاملها دي بجد؟ انت عملت ايه؟ شخصيه كرتونيه قوي عارف. ابو اسماعيل منبهر يعني، هو الصوره نفسها منبهره من اللي انت لو انت عملت ايه، انت نيلت ايه؟ تقريبا كنت كاتب له كومنت. بس عمرو مش في دماغه عارف انت، بعد ما سمعه عمل لي رياكت انا حاسس ان بملك الدنيا وعليه. اللي هو مش مهم الصوره عجباه ولا مش عجباه، مش مهم، المهم انه عامل كومنت وخلاص. خرب على الروان. بس اسماعيل لما يشوف الصوره بيرفكتو. لما تشرب عصير مانجا وتسمع حد بيقول شاي اللي ب 60 جنيه شكرا. ذات مومنت لما تدخل جروب الكليه، انا هركب العربيه دي. يا ابو عمرو عامل ايه؟ واحد متوحد بيسأل هو في كلية ايه؟ الدكتور بتاعه ظهر؟ الدكتور الثانية فيها كام ساعة؟ صفحة حفظ 300 صفحة؟ وبعدين انت حامل متر؟ موجود في درجات الرأفة؟ ويمسح السلم مرتين في اليوم؟ لما تعوز ترقية من مديرك في الشغل. قلبي العين والنني يا اسطى، انا عصفورة في قفص صيد سيادتك، شالوا سيادتك دافع للأمام حبيبي. كده بالظبط انا كنت وانا بقول الكلام ده كنت قصدي كده. ايه ايه؟ ده اصلا الكليب ده كان من الفيديو اللي هو بتاع ليني بوم. لو بدات الموضوع خالص هتلاقيه بيجري ورايا، بعدين في الاخر خالص لو جريت مره واحده فجاه هتلاقي انا اللي بجري وراه وماسك كشاف وبجري وهو عمال بيعمل كده. الموضوع كان مسخره يعني. واه قلبي 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 قلبي، انا شفتها دي يا عم، يخرب بيك كده يا عم. انا سمعت يا عم في حد كاتب في الكومنتات ان هو عامل مات وكمان كوبي رايت كمان ريبي ابو سمعه. حقيقي حقيقي حقيقي. لا 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 لا. وانت جايب الاغنيه كمان اللي انا بحبها، هعيط هعيط بجد. خلاص خلاص. سيد طب اعمل لك احزني ولا اغضبني؟ لا انا ما بحبش اغضبني، خلينا في الهاء وخلاص. طب بقول لك لازم العجل يبقى ستريت، غير كده مش هعمل دريفت. حبيبي كيفن، بشوف كيفن بيرد عليهم. شكرا كيفن ان انت رديت عليهم، مع انك انا عارف ان انت ممكن تكون بتتريق بس قشطه ماشي. طرب والنعمه طرب وبع. سمع عمو اسمحوا لي بس بالمداخله دي. ربنا وان هاند كلاب حبيبي، يا رب يخليك. الو مش دي؟ ده صوت، ده صوت. الفيديو ده تقريبا مش هنخلص منه يا جدعان. بقول لك نو وان بتاع الدي جي في اخر القاعه. علي طيب او بالظبط هبند على اي حد وخلاص. بقول لك الشبح دايس على الرابع وحالف يمين طلاق، ما هو سايب اسماعيل عشان كميه الالكترونات اللي كان مشغلها. ابو اسماعيل فكك سبرنت عشان لقى الشبح غبي بزياده، خدت الكاميرا اللي هي بتاعت الهيد كام دي حطيتها على دماغي، وتقريبا في بج تقريبا حاجه زي كده، ان هو ان الكاميرا دي طول ما هي موجوده فبتستفزه، فعمال بيجري غباوه، فدخل حتى اللي هو ايه فتح الدولاب ويوعى، وتقريبا اتزنق في الدولاب ما كانش عارف يخش، عمل حادثه عند الدولاب حرفيا يعني. الناس بتنام بتحلم انها بقت اغنية ومعاها فلوس، انا لما بحلم. كوبي رايت يلا بينا، كوبي رايت يلا بينا، كوبي خلاص خلاص. ويت جوست هانت، جوست هانت ابو اسماعيل في هانت هنا، اسماعيل في هانت يجري بيستي يعيش حيوان السلاباندا في حشائش السفنة مع حيوان الكانجرو. ابو عمو حبيب قلبي، ايه ده؟ ابو عمو 3 دي 3 ديز. الناس كلها بتبقى صاحيه فايقه من النوم، انا لما اصحى من النوم حرفيا. فيديو قبل الميد ترم ادعوا لي، ربنا معاك يا مؤمن. درفت لازم تركب العجل نوعه يبقى ستريت، العجل بتاع بهبت مش عجل بتاع سباقات عشان تقدر تعمل اساسا. انت لو والله يا عم انا شفت اساسا انت لو ركبت عجل للسباقات مش هعرف الف. ايه درجات احنا سمعتنا وحشه للدرجه دي، انا سمعتنا ماشي. كل مره بختار له حاجه جديده، بس والله يا عم انا لما شفت فيديو ايه الصوره دي؟ الصوره دي تعمل لها ريبورت حرفيا. طه هعمل لك ريبورت، ما علينا هعمل لك سيد مطور جي تي. احنا نبتدي بالاسس اللي هي التقليديه العاديه، ده متغطي يمين شمال مغطي هنا شمال، يبقى اليمين مغطي هنا وشمال ويمين وراها على طول، ادي شمال ويمين.
تبقى قعدت اضرب فيه تقريبا بايديا في غزر، راح مطلع الكازلك باين ولا طلع البتاع الحديده ضربني بيه انا وقعت. بس انت شكل الدنيا ماشيه معاك، الدنيا بكح تراب. فاكرين اليوم اللي هو الجو كان في القاهره هنا كان عباره عن ايه؟ شتاء وفي نفس الوقت تراب. فاول ما تنزل بالظبط حرفيا انت تحس ان انت ايه، شميت تراب وحاجه زي كده يعني، عرفت؟ فانا ايه، نزلت بالسكوتر بعد ما رجعت، رجع بقى عارف انت اللي هو ايه، حرفيا انا حاسس ان انا ايه، مترب. فساعتها رحت داخل قلت ايه، خلاص انا عايز اعمل البتاعه دي، قلت هعملها بره في الشارع، هصور الموضوع ده بحيث ان انا ما بهدلش الدنيا. ورحت جايب سكر بودره ورحت ايه بلعه، وجربت مره لا لقيت ان انا ايه، لازم ابلع كميه لا باس بيها عشان الموضوع ايه، السكر بودره ما يدوبش. رحت اعملها بلع السكر بودره ده، كان كبيه حلوه قوي يعني. رحت حطيت الموبايل وسجلت، دي هي كان هي الوان تيك حرفيا، وكويس ان هو كان وان تيك. بعدها البوتاجاز بالحوض بالموبايل بالبتاع ده وباقي سكر بودره بقى، عارف انت كتير، شكل الشبح هيتهور. ده فين؟ ده السلم محمد في يا جدعان، تترعبونا ولا ايه؟ بص الدخله بالتليفون، الموضوع مريب، موضوع مريب، عارف؟ وايه السلك ده؟ سلك السماعه ده ولا ايه؟ رخصك بطايق يا نجم. ده ايه اللعبه دي؟ ويت كده خلينا نعمل سيرش عليها، ما عنديش اي فكره، بس دي واخده ريت حلو قوي. بنعمل لها داونلودز نشوف اللعبه دي بتتكلم عن ايه. بقول لك التابلت المذاكره لا للفرجه على اسماعيل حبيب قلبي. حبيب قلبي يا سيف، ذاكر ذاكر يا سيف، داخل على امتحانات يا سيف. اسماعيل لما نط من فوق العربيه عشان يخش المطار في جي تي اي. السلام عليكم، انا اول مره انشر في جروب، انا حبيت اهديك فيديو انيميشن، ربي يعجبوك التصميمين، ولو عاوز ملفات العمل قول لي ابعتها لك، ولو عندك فكره عن لوجو مثلا او فيديو عجبك ممكن اعمله لك. حبيبي محمد بجد والله الصوره شكلها حلو يعني، انا عاجبني ان انا ساند على البتاع، تحس ان انا فعلا قاعد فوق البتاع يعني، فوق الكوره يعني. حلوة وعايش قوي يعني. وبعدين هو ده ماكس ولا مايا؟ بلندر كمان، اوكي نايس. اسماعيل في فيديو بادل فيلد، مين اللي قتلك والولا؟ والله ما اعرف حضرتك. الفيديو اللي هو بتاع بادل فيلد لما لعبنا ميلسن ديت او هارد كور، ممكن الناس كنتش عارفه مين تبع مين. ايوه اسماعيل وتحريات الرعب. طفى النور، وبالعاده اللي بيحصل كالعاده طفى النور. انا في حد مكوش. في حد هيطلع من النص هنا عشان بس ما انتوا عارفين. شخص كده. حاجه طالعه. هل في حاجة تانية؟ لا استنى بقى، ويب بقى ويدي عشان دي مرعبة بزيادة. شايفين الباب ده؟ في حد والست هتبص كده. بصوا بالعادة بالعادة ادم واري بالباب يا ايه؟ هو انا بقيت حافظ تقريبا طريقة الجامب سكير يعني. اللي هو اللي هي بتاعت فازموفوبيا دي صح؟ ايوه قرب شوية وهي بص. جيمز. الله أكبر عليك. الله عليك، أحسنت يا ابني والله. مواطن ومغبر وحرامي، ده المواطن، ده المغبر، ده الحرامي، ده الحرامي، وده المغبر. قائد قوات الميمز الشرقيه والدوليه بيست بيكلم اسماعيل في حاجات مهمه في اللعبه. دماغ اسماعيل رومي كده وجبنه بيضاء وحلاوه ولانشون وروز بيف، كل واحد معاه يشربها لوحده كده، كل واحد معاه كوبايه شاي بلبن كده، سندوتش جبنه رومي وشاي بلبن. سلام بقى لو عيش محمص، جيب عيش محمص عارف مع الجبنه الرومي يا ما علينا، هنقول ننهي الفيديو كده دلوقتي. قليل من اسماعيل وتصبح الحياه سعيده. حبيبي احمد، حبيبي جد والله، ايه ده في ايه؟ مريم اللي هو ماليش علاقه باللي بيعمل نضاره وماليش علاقه باللي بيحصل بالظبط. خلاص يا ابو اسماعيل، نضاراتك بقى وحركاتك. انا عايز اعرف دي كانت امتى؟ دي تقريبا وانا كنت ببتدي الفيديو وبشد اللي بظبط الكاميرا. فيديو جي تي اي بعنوان يلا بينا، هو حرفين أنا. يلا بينا يلا بينا. انا وصلت. يلا بينا انا جاي اهو. ده ايه المشكله؟ يلا بينا. هو انا قلت كميه يلا بينا في الفيديو ده كتير قوي، معلش هنزله تاني عشان ما كنت ظابط الاضاءه. حلوه دي يا راي، انت يا راي، انت عملت ترمات وبتاع دوت يعني، قط ليا بس حلو، بالذات الحته بتاعت الشعر اصلا دي عشان دي اصعب حته اصلا يعني. مره انا وصديق اسماعيل احمد ده كان عامل لي تاج تقريبا، فانا عملت له لاف. خد لاف تاني لما اتفرج لفيديو اسماعيل وهو بيلعب فاز موبي، اخش مود النايت مير وانا اول مره العب اللعبه بيرفكت. لا لا، المشكله اصلا انت لو معاك حد وحصل هانت وحد مات، الشبح بيفضل قاعد يعني بيبقى في هانت تاني، لما تقعد تقفل وتفتح الثلاجه عشان تعرف اللمبه بتقفل ليه. هو ده اينشتاين ولا ايه؟ ايه ولا
خلاص عرفنا 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 ان انا ما بلتفش. اصلا كانت مرعبه ان انا اصلا وقتها لما لفيت ولقيت سمعت حاجه بتعمل هي عرفت الصوت اللي هو باللفه دي انا اتخضيت شويه اللحظه كده عرفت اللي هو ايه ما فهمتش ايه الصوت ده. لما تذاكر خمس شباتر اللي وراك ليله الامتحان يبقى احنا عندنا كده دلوقتي رايتنج يبقى عندنا شيد ريفيننت ديمون ريب باي باي. اللعبه مسخره اللعبه حرفيا مسخره. انا عجبني اصلا في فازموبا ان الاشباح فيها تحس ان هي ما تحسش ان هي اي اي تحس ان هي ناس بتلعب يعني تحس ان هم اذكياء بزياده. بقول لك في الشغل حاجات اتسرقت وبيراجعوا الكاميرات انا في الكاميرات بلعب في الكاميرات لابس نفس البتاع اوبا حلوه الثامنيل دي. ايه ابو سامح هات العده وهديك اللي انت عايزه الحقوني. ايه ده ده فيه طب يا جماعه طب ده جوست هانت ده طيب ولا ايه ولا طب اجيب شيخ طيب يا جماعه ولا ده جوست هانت ده عزل من البيت لم الحاجه بتاعتك واتكل على الله. الصوره دي حلوه قوي. ايه البدله دي جيمس بوند قوي عاجل ظهور اسماعيل مع الشاب خالد في كليب واحد. بقول لك ده اخره اللي يلعب على ليفل نايت مير. بقول لك مره واحد لعب فازموفوبيا والشبح شغل المروحه المتابعين اسماعيل برضه. انا عايز اقول لكم الحته اللي هي لما نزلنا القاب والشبح شبح كان قاعد المفروض ان هو يعني كان قاعد على الكرسي تمام وجامل لك بقى صوت الكرسي وعمال بيزيق دي الحته دي كانت مرعبه مش مرعبه يعني مرعبه تنبسط. انا اللي هو ايه يعني فاز موبي انا اللي هو ما بتخضش يعني اللي هو يعني بطلنا موضوع الخض بس هو الجو الاتموسفير نفسه عارف انت في سسبنس. اتفرج لاخر الفيديو الصوت اللي متسجل ده صوتي والقصه دي حقيقيه. اعمل اي حاجه يا عم ارحمني اديني فرصه افتح المطبخ. اي لاف يو. لو احنا فاتحين النور او فاتحين الجنريتور انا عارف حبيبي انا سامعك لا لا واثقه من نفسيها مش حبيب بس اقعد عن حاجه وانا بتفرج على الفيديو النور قطع وقلت حاجه لمست رجلي وشكرا شكرا باي. ده انا جنب البيت مش جنب البيت قوي فجيب بقسومات يا اخوانا يعني انت لو عملنا كده روتيت للصوره هتلاقيني ماسك كيس وفيه بقسومات وراح اعمل شاي بلبن. لما تبقى بسافر وانت عايش لوحدك ومفيش حد يتودع هو حرفيا كان كده. انت كمان هتوحشيني على فكره كلكم هتوحشوني كلكم هتوحشوني محدش عارف انا عارف ان انا سايبك انا بقالي كتير لسه لسه لحد دلوقتي موجود كده المنبه ده وي زي ما انت خلي بالك منه بغير لا بغير بغير الهدف اللي الذي ادخل اسماعيل كاس العالم احلى مونتاج ليك يا ابو عمو لو في كوبو رايت يا اسماعيل اتفرج عليه وقول رايك في الاخر كتب. هي في المزيكا اللي هي بتاع ما غالبا دي انا هوريها لكم في الاول بعدين هوطيها عشان الكوبي رايت. ايوه بقى خش بالجون تقريبا احنا كنا مغلوبين هنا 5 اتغلبنا 5-1 تقريبا في الماتش ده. في شبح في المكان واللعبه عايزاك تكتشف نوعه اسماعيل. الناس اللي مش عارفه اللي حصل ان انا كنت قاعد بلعب على البيانو سبت كل حاجه وقاعد بلعب على البيانو. يقول لك لما تركب مع صاحبك ويقول لك خد الباب في ايدك. ايه ده ايه ده اصبر يا عم اوعى يا عم اوعى يا عم. العربيه اتعلقت العربيه اتعلقت اصلا وكملت شويه لقدام ما كناش فاهمين بالظبط ايه ازاي ايه الجليتش ده حصل ازاي ما تعرفش لما ما تعملش الواجب. ياخدها ياخدها فاول من على ال 18 من على ال 18 لا ياخد كارت احمر كارت احمر وثلاث شهور سجن ويقف على الخط بره. لا اله الا الله بيلن بيقول لي بيلن هي بيلن هي بره ال 18 بيلن. عاجبني قوي ان في ناس كانت كاتبه كنت تقريبا في الكومنتات واخده الموضوع بجد قوي اللي هو مش يعني انا كنت قاعد بهزر وباين قوي ان انا قاعد بقلش. ما يقول لي فان ابو اسماعيل جمهور جديد نايس يضمه بعد كده في الاستاتس بتاعت اليوتيوب تمام يبقى ميل فيميل تمام انيمال كاتس عارف دوجز عارف انت ونكتب ويكتب بقى كام برسنتج من فيديو فيفا اسماعيل امبابي لا بوفيه من فيديو فيفا لما اسماعيل زحلق اللي ضده اسماعيل مش مقصوده عرقله من ناحيه اليمين احتكاك مورجان بالقلم يا نهار ابيض ضربني وبكى سبقني واشتكى مش مقصوده يا عم عرقله. جيم فازموفوبيا بياخد 10 دقائق كحد ادنى اسماعيل بعد ما يخمن وجاب الشبع في 5 دقائق نزل رجلك الله اسف ما شفتهاش الا كده. اقبل يا عم بليز ويت يا ابني هتفجر العربيه ابهدله ابهدله هاتله 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 هاتله
coolest يوتيوبر in Egypt بيستي اسماعيل مروان. ريدت معلوش حاجات كتير يا اخوانا, ومعظم الناس بتنزل بوستات بتاعتها على الفيسبوك يعني, بس انا عملت كده هسيب لكم اللينكين بتاع ريدت والفيسبوك موجودين تحت في الديسكريبشن لو انتوا حابين ان انتوا تبقوا تشيروا عليه يعني. وعملا يعني كل سنه وانتم طيبين, ولو يعني لو حابين انتوا تشوفوا فيديوهات تانية من سيد ميمز يعني يا ريت لايك الفيديو ده سبسكرايب, واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.